مشاهدينا صار معنا جاهز هلأ توني بولس مراسلنا من بيروت. صباح الخير توني. صباح الخير. صباح الخير هاني. صباح الخير لفينيتا كمان. صباح النور، يسعد لنا صباحك. توني اليوم أكيد بدك تعمل لنا جولة بالصحافة اللبنانية، أكيد ممكن بدك تحكي لنا قدين عكس القرار السعودي كمان على الأجواء بالداخل اللبناني وخاصة بالصحافة اللبنانية، على ما يبدو ظهرت الانقسامات بشكل واضح، مو هيك؟ طبعا يعني الأخبار متزاحمة، خاصة في عنا خبرين رئيسيين، موضوع انعكاس اعدام النمر النمر بالسعودية على بعض العلاقات والتشنج الحاصل بالعلاقات الإيرانية السعودية على لبنان، إضافة إلى ما سمي بالرد على اغتيال سمير القنطار بدمشق منذ أسبوعين عبر تبني حزب الله تفجير العبوة الناسفة بدورية للجيش الإسرائيلي بمزارع شبعة. يعني هو أبرز حدثين، إضافة لملفات لبنانية كثيرة ومتزاحمة أيضا في ظل شغور الرئاسة اللي عم بيقرب تدريجيا نحو السنة الثانية. رح نبدأ من صحيفة البلد. بصحيفة البلد العنوان هو التوتر الإقليمي إلى المزيد وحزب الله يرد على اغتيال القنطار. كذلك عنا عنوان محاكمة الأسير الثالثة، أسرة أسيرة التأجيل. في عنوان أيضا في الرابية ومعراب، حدث كبير بمفعول مؤجل. هنا عم نتحدث عن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية التي تطورت أيضا بعد قيام تيار المستقبل بترشيح فرنجي حليف ميشيل عون، ما أشر إلى تبدل في خارطة التبدلات السياسية في الساحة اللبنانية. أيضا في صحيفة البلد نرى صورة للدبابة المركافة في مزارع شبعة وهي تقصف مناطق في جنوب لبنان بعد قيام حزب الله بتفجير دورية إسرائيلية على في مزارع شبعة. ننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية، أعنف هجوم لحزب الله على الحريري، رد في المزارع. وأيضا وسطاء على خط العسكريين المخطوفين، مرحلة جس نبض. هنا بدأ يثار موضوع العسكريين التسعة المتبقين التي لم تشملهم صفقة التبادل السابقة التي حصلت مع جبهة النصرة، فهؤلاء العسكريين التسعة هم بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك بعض المؤشرات إلى إمكانية التوصل تدريجيا إلى حوار أو إلى مقايدة معينة مع تنظيم الدولة الإسلامية، ما زالت في خيوطها الأولى وما زالت في مراحلها الأولى، قد تتطور تباعا. ولدينا أيضا في عناوين صحيفة البلد، اجتماع طارئ للجامعة العربية، وموسكو وواشنطن تهديان الرياض وطهران. كذلك عنوان رياضي، زين الدين زيدان يتسلم كرة النار من بيرني في ريال مدريد. ننتقل إلى صحيفة المستقبل. رد القنطار عبوة ناسفة في مزارع شبعة وإسرائيل تقصف الجنوب. حزب الله يرفض انتخاب فرنجية. يعني أصبح واضحا بشرح مفصل يعني في جريدة المستقبل هذا العنوان، كيف حزب الله يرفض انتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية وهو حليفه أيضا وهو حليف النظام السوري، ما يشير إلى أن حزب الله لا يريد أصلا انتخاب رئيس جمهورية، لأن الوضع الحالي هو الوضع الذي يناسبه في ظل شغور في ضدة الرئاسة وفي ظل يعني حكومة غير قادرة على إمساك بزمام الأمور ومجلس نيابي لا ينعقد سوى موسميا وفصليا، لا يشرع إلا ما هو ضروري للغاية. وأيضا في عناوين صحيفة المستقبل، البحرين والسودان يقطعان العلاقات بطهران واجتماع عربي طارئ الأحد. السعودية ماضية في الحزم وإيران تتأسف. زيدان مدربا لريال مدريد. وأيضا في صحيفة المستقبل عنوان أو مقالة لأسعد حيدر، ماذا بعد خامنئي؟ يتحدث أسعد حيدر في مقالته عن المرحلة المقبلة بعد وفاة وعندما يتوفى الخامنئي، الصراعات التي ستنشأ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة التناقضات الحاصلة في حرس الثوري الإيراني، وأن الوضع الإيراني سوف يدخل في أفق ومظلم للغاية بعد وفاته، لأن الرؤية كما يراها الكاتب أسعد حيدر سيئة جدا وإيران سوف تكون باقتتال داخلي. ننتقل إلى صحيفة الشرق. وفي صحيفة الشرق العنوان الأبرز والأساسي،
2016 ستكون صعبة جدا على لبنان اقتصاديا وماليا، بعد مؤشرات تحدث عنها حاكم مصرف لبنان عن مؤشرات اقتصادية، إضافة إلى أن العلاقات اللبنانية السعودية التي قد تتضرر بفعل ما يقوم به تصريحات حسن نصر الله والوضع المتأزم التي وصلت إليه العلاقة بين إيران والسعودية وما ممكن يدفعه لبنان من أثمان باهظة قد تكون منعكسة بشكل مباشر وأساسي على القطاع المصرفي، لأن القطاع المصرفي يعني هو القطاع الأبرز في لبنان والذي لا يزال يعني حتى الساعة صامد في وجه كل شيء في لبنان، ودائع من الخليج بقيمة 11 مليار دولار. إذا قام الخليج بسحبها وتحديدا السعودية سوف يتضرر جدا الاقتصاد اللبناني، وربما الليرة اللبنانية سوف تتعرض لانتكاسة لم تشهدها منذ الحرب الأهلية اللبنانية. كذلك في عناوين صحيفة الشرق، مجموعة القنطار تستهدف دورية في شبعة وإسرائيل تقصف كرة جنوبية، التصعيد الإقليمي يحرج لبنان ولكن المستقبل وحزب الله متمسكان في الحوار. يعني الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل لا يزال مستمرا وإن لم يقدم أي جديد للبنان ولا للبنانيين ولم يحل أي معضلة حتى الساعة، ولكنه هو تمرير للوقت وتقطيع للمرحلة المقبلة. كذلك مقال للكاتب عون الكعكي في صحيفة الشرق، المملكة العربية السعودية فوق كل اعتبار. يدافع في هذا المقال الكاتب عن سياسة وخط المملكة العربية السعودية وخاصة تجاه لبنان، لأنه يعتبر أن السعودية لم تقدم للبنان سوى الدعم الاقتصادي والدعم السياسي، وهي من أخرجته من الحرب الأهلية اللبنانية، وهي من دعمت الجيش اللبناني عكس ما فعلت طهران التي تدعم بالميليشيات المسلحة على رأسها حزب الله وغيره، ولا تقدم شيئا للدولة اللبنانية ولمؤسسات الدولة اللبنانية. وفي عناوين الشرق أيضا، المنامة والخرطوم تقطعان العلاقات مع طهران وأبو ظبي تخفضها، إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق قيادات الإخوان، وأيضا في الشرق الاحتلال يدمر بيوت مقاومين. ننتقل إلى صحيفة النهار وهي الصحيفة الأخيرة لليوم. في النهار، مقاطعة السعودية لإيران تلقى صدى عربيا وتحرك لاحتواء التوتر وانعكاساته على سوريا. تركيا إعدام النمر لا يساعد على تحقيق السلام في المنطقة. برلين تدعو إلى مراجعة الصفقات الدفاعية مستقبلا مع السعودية. عملية محدودة في مزارع شبعة، الحوار الثنائي مستمر الاثنين المقبل. وقوات سوريا الديمقراطية تتقدم في الركة، خوجة إلى الصين اليوم للبحث في التسوية. يعني كان هذا أبرز ما في أبرز الصحف اللبنانية لهذا اليوم، وكما رأينا العناوين المتصدرة هو الموضوع تأزم في العلاقات اللبنانية السعودية الإيرانية وانعكاساتها على لبنان، إضافة لما سمي برد حزب الله على اغتيال سمير القنطار في ريف دمشق منذ أسبوعين، والتداعيات هذا الموضوع والرد الإسرائيلي بقصف بعض القرى الجنوبية يوم أمس. نعم توني، بدي أشكرك توني مراسلنا ببيروت، شكرا كثير لك لهالجولة. شكرا توني.